الإدارة في خدمة المواطن. إدارتنا اليوم وين باش تكون جيهان؟ كالعادة دونك نكونوا موجودين في إدارة تونسية. اليوم باش نمشيو للسناد دونك باش نشوفوا يجاوبونا ولا ما يجاوبوناش، باش نتصلوا بالرقم نتاعهم كيف ما العادة. نسمعوا تنقيزة في ديريكت ونشوفوا دونك باش يكونوا موجودين ويجاوبونا على اللونتين وإلا باش يكون مشغول. أي خلينا نقولوا لهم بربي يستنوا فينا، نحبوا نسمعوا خاولة دونك خاولة تطلبوا لنا نمرو سناد وخلينا نشوفوا دونك يجاوبونا ولا ما يجاوبوناش. إذا حاضر معنا نمشي نطلبه تود سويت رقم ستاندار، لأنه يعني فما برشة تشكيات من عديد المواطنين بخصوص الموضوع بتاع السوناد. ونتندون احنا زادة موجود زميلنا أحمد الأخويني على عين المكان، دونك نسمعه. لا لا أحمد شوية آخر ناخذوه، إذا حاضر نحبه نسمع السوناد. بيان سور كنا احمد موجود سوغ بلاس، ونفكركم زيدا كيما كل مره انتم زيدا لو كان عندكم اشكاليه، عندكم سؤال تحبوا تطرحوه على اداره التوصيل. خلينا الو كيف ما توا. الو قاعدين نتصلوا بالسناد على النمرو نتاعهم اللي يعطيوه للمواطنين باش يكلموهم كل ما فما اشكاليه. هذا موجود في معناتها كي باش تدخل السناد تاع الحمامات، موجود في السيد اوفيسيال وموجود حتى في الحمامات في الاداره. هذا رقم الاداره نتاع الحمامات، اليوم برانسيب تفتح ابوابها 8 نتاع الصباح، موجوده هي الباب محلول، الاداره محلوله، قاعدين نحاولوا نتصلوا بهم. توا 8:17 دقيقة، فما 17 دقيقة ملي نورمالمون بديت السناد تستقبل المواطنين تجاوب على اشكاليتهم وتليفونهم زادا. ما تحصلناش شيء، خلينا نمشيو مباشرة لاحمد الاخويني زميلنا. احمد صباح النور من جديد. صباح النور وتحية لك كالعادة. مرحبا احمد، احنا ما اتصلناش، اتصلنا بمكتب العلاقة بالمواطن بتليفون وتكون تسمع معنا وما يجاوبش التليفون، دونك تدخل لنا تشوف لنا شكون اللي نجم يجاوب على سؤالنا في سناد الحمامات. فما برشا بلايص اللي قاعد فيها الماء مسيب ويتفيع وماهوش وما يتصلحش، ماهوش قاعدين يصلحوا فيه حتى هوني في قريب معناتها بعد المراسقة بشوية موجود الغادي، وفما زادة تشكيات من الفاتورة اللي هي مقنفلة. حابين نسألوا سناد الحمامات كي تشوف لنا شكون من المسؤولين. دونك هنا معك تحية لك كمان. احنا دخلنا الاعوان اللي معناها في السيرفيس الخدمات موجودين من 8 وما حلوا معنا الخيط العربي. دونك قاعدين يزدوا في الخدمات الامور منظمه، تو قاعدين احنا نحوسوا في الاداره الداخل تحديدا قدام مكتب الرئيس معناها. باهي نحاول نسكو مع سي محمد جماعة. باهي اذا شكون اذا مش اي حد من الاداره ماذا بينا اللي يحبوا يجاوبنا. السلام عليكم. شكون ينجم يجاوبنا؟ احنا راديو ماذا معكم؟ في المباشر، قولوا احنا في المباشر. ايه انا رئيس المركز سي فوزي. وين رئيس المركز؟ إذا قالوا لنا رئيس المصلحة ماهوش موجود في المكتب على خاطر عندهم هما أشغال يراقب معناها. ما فما حتى حد ينجم نلقاوه يجاوب على سؤالنا اللي هو الأشغال اللي موجودة والفاتورة اللي غالية شوية. معناها نجموا ناخذوا كان رئيس المصلحة، احنا جيت على أسئلة معناها نتاع المواطنين. مش مشكل إذا ما فما حد ينجم يجاوب، دونك ما مش مشكل، المرة الجاية قولوا لهم يجاوبونا على التليفون. زاد هذايا نتصور لازم فما شكون يجاوب على التليفون. شكرا ليك زميلنا أحمد أخويني، مالوريزمون اليوم ما لقيناش شكون من في سناد الحمامات اللي نجم يجاوبنا على سؤالاتنا. ما هزوش علينا التليفون، وحتى أحمد داخل قال ما فما كان رئيس ما توصلش لشكون ينجم يجاوب، ولكن هل يعقل أنه في إدارة تونسية ما فما حتى حد ينجم ينوب المدير وينجم يجاوب على استفسارات المواطنين؟ يعني لو كان المدير عنده سيمينار ولا عنده حاجة هكاية، من المفروض أنه النائب نتاعو ولا المسؤولين اللي تحته ينجموا يجاوبوا على أسئلة المواطنين، وإلا يعلموا المواطنين قبل بوقت انه مش باش يكون موجود في النهار هذاك، دونك يعطيونا وقتاش نجموا نتحصلوا عليهم. من المفروض انه نلقاو شكون يجاوبنا على التليفون. خلينا هذا تو دابور، لازم لانه هذاك هاتف موجود للمواطنين، هذه اول حاجه نجم تصير، لانه احنا عندنا العقليه نتاعك الرقم الاخضر وما يجاوب عليه حتى حد، الرقم الاحمر وما يجاوب عليه حتى حد، ما نعرفش الانوال اللي يجاوب عليها. مي بون، المهم ما تحصلناش اليوم على السناد وما لقيناش حتى جواب، نحاولوا مره جايه زاده نعاودوا نرجع
نرجعوا لهم ونشوفوا مع بعضنا مره اخرى اسكو يجاوبونا ولا لا، والا باش نطلعوا للصورات الاكثر منهم شويه نحاولوا نلقاو استفسار ما عندهم هما.